يا هلا ومرحبا بكل مشاهدينا الأحبة، وليلة جديدة من ليالي الخير تجمعنا وياكم بكل خير ومحبة وتفاؤل، ورمضان كريم على كل العالم أجمع وين ما تكونون. إن شاء الله يعم الخير والسلام والمحبة على الجميع. طبعا نلتقيكم بحلقة جديدة مع ألمع النجوم العراقيين في سماء العراق. اليوم نجوم لامعين ضيوفي، نرحب بهم في ليالي الخير، وطبعا ويانا المتألقة والمبدعة صاحبة الذوق الرفيع المصممة الأزياء نور هادي. رمضان كريم عليك. رمضان كريم سارة حبيبتي، رمضان كريم على الجميع إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله على الجميع يا رب. وأيضا ضيفي المبدع المتألق في سماء الشعر اليوم الشاعر ضياء الحلبوسي. رمضان كريم عليك. رمضان كريم أختي العزيزة سارة، ورمضان كريم على قناة الفلوجة وعلى الأمتين العربية والإسلامية، وأسأل الله تعالى أن يتقبل الطاعات وأن يتقبل صيامكم وقيامكم، ويجعل هذا رمضان خير على كل العراقيين إن شاء الله. إن شاء الله على الجميع يا ربي. وأيضا ضيفي الدائم عازف القانون نشوان محمد. رمضان كريم. رمضان كريم عليه السارة، وأكيد الضيوف الكرام وجميع مشاهدين قناة الفلوجة. إن شاء الله على الجميع. وسوالف الرمضانية والتعلولة تبدأ وياكم أكيد، ونروح لمشاهدينا الأحبة. طبعا نبدأ وياكم حلقتنا اليوم، وأرقامنا راح تكون ظاهرة أسفل الشاشة للتواصل بمسابقة الحلقة، اللي هي عبارة عن 5 أسئلة تجاوبون على 3 راح يدخل الاسم القرعة، واللي يفوز راح يربح جائزة مقدمة من قناة الفلوجة وبرنامج ليالي الخير، وهي بمثابة هدية وفرحة للعائلة العراقية. أكيد يبدأ حوارنا وتعلولتنا رمضانية جميلة مع ضيوفنا بليالي الخير بعد الفاصل. إذن طبعا أكيد حوارنا وياكم جميل، ما يحلى إلا بوجودكم، والأجواء الرمضانية تحلى بوجودكم. طبعا أجواء رمضان إحنا نعرف لها خصوصيتها وجمالها، ودائما رمضان تحس أنه يذكرنا بأجواء الطفولة. صح. أو بمرحلة الطفولة، خصوصا بها ألعاب وهاي التفاصيل اللي تشغل الأطفال وتحسسهم بهذا الجو الجميل. المحبس شان بالضبط. فأتذكري لي اليوم شنو مرحلة الطفولة، شلون عشتي أجواء رمضان؟ شوفي سارة، هي الأجواء رمضان اللي هي أنا اللي عشتها فترة التسعينات، يعني صح رغم الحرب والأزمات كانت، بس إلها فطعم، ولحد الآن عبالك إلها فد ريحة معينة نشمها، عرفت شلون؟ النغمات كانت تطلع على سمو التلفزيون، لحد الآن مرات من أطلعها عنت أقول هاي النغمة اللي كانت دائما يعني نسمعها، إضافة إلى ترتيل القارئ بالسمو التلفزيون. هاي كانت هم من الأشياء اللي لحد الآن أخليها بالبيت على مدلاء تروح هاي العادات والتقاليد، خاصة قبل الإفطار لازم البيت هادئ والأم تحضر الأكل وتخليه على الميز، والعائلة كلها قاعدة تنتظر الأكل. فأجواء حلوة يعني رمضان يجمع العائلة. عشتي هاي الأجواء اللطيفة. أي الحمد لله. زين، خليتيها تستمر؟ يعني الشيء اللي تعلمتيه بالطفولة اليوم أنت تطبقيه ويا العائلة؟ يعني بما أنه اليوم عيد الأم، مبارك على جميع الأمهات اللي موجودين بكل العالم يا ربي، إن شاء الله. والله يرحم الأموات مثل ما أنا أبوي وأمي الله يرحمهم، يعني الله يرحم جميع الأموات. عيشونا بأجواء رمضانية حلوة، إضافة إلى أنه خلونا يعني نعيش هاي الأجواء بكل سما تفاصيلها. فأنا حرصت لحد الآن بأنه أحاول أجمع هذا الشيء، رغم يعني أنت سما تعرفين ابني ما موجود هنا، أنا مسافر خارج العراق، وكل سنة هو يحضر ويانا على مود تصير اللمة. هاي السنة ما كان حاضر يعني، بس رغم هذا لا نحاول بأنه نجمع العائلة، نجمع الناس اللي نحبهم اللي نقدر، يعني اللي أقدر عليه أجمعهم أنا، لأن مثل ما تعرفين عندي شغل وما عندي وقت. هو أنا رح أسألك عن هذا التوازن اللي صعب جدا. صح صح. يصير أثناء العمل والحياة. طبعا بهذه المناسبة اليوم، يعني الصدفة الجميلة اللي تجمعنا وياكم هي بها مناسبتين أيضا. صح. مناسبة عيد
الأم، يعني نقدر نقول كل عام وكل أم عراقية وكل أم في العالم بكل خير إن شاء الله، والديم على كل عائلة موجودة، وأكيد الله يرحم كل أمهاتنا. وأيضا اليوم هو يصادف هو عيد نوروز وهو عيد الكرد، أكيد كل عام وكل الكرد بألف خير، وإن شاء الله يعود بالخير والأفراح دائما، ونشوف الاحتفالات مستمرة في عموم العراق، ونشوف اليوم التآلف والمحبة ما بين العراقيين موجود. يعني مو بس الكرد يحتفلون بعيد نوروز، يعني نشوف العرب والكرد، يعني أغلب فعلا هذا التضامن اللي دا يصير بشكل جدا جميل. فطبعا أكيد يعني هذه الأجواء هي اللي تكون يعني جدا جميلة ومميزة بهذا الوقت. أرجع لك أكيد ونتحدث اليوم عن شاعرنا ضياء الحلبوسي عن الأجواء الرمضانية مرحلة الطفولة. هم استذكر لي يعني أكثر شيء كانت تكون موجود بي أو تحبه بمرحلة الطفولة برمضان. حقيقة رمضان كله خير مثل ما يقولون، إحنا من إحنا صغار باللهجة العامية نقول تعودنا على الصيام وتعلمنا على الصيام، وكنا ننتظر رمضان فارغ الصبر واحنا صغار حتى نصوم هذا الشهر ونحس بلذة هذا الشهر، خصوصا عند الإفطار وعند العيد. رمضان طفولتنا دائما كان يعني على الفطرة مثل ما يقول، صح، وكان لرمضان وقع خاص خصوصا بعد الإفطار، يعني أجواء التراويح صلاة التراويح والمناسبات اللي يصير برمضان، صلة الرحم تزيد برمضان، صح. سؤال الجار عندما يستذكر جاره، يعني هاي تزيد المحنه، يعني تدري تلقين جار يهدي جاره من اكله الاكلات الفطور بعد هذا الصحن يفطر بعد لحد الان موجود لحد الان موجود هذا الشيء اللي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، حتى ان كان الشيء بسيط بس هذا يعبر يعني في معناه المعنوي الكثير. صحيح. حقيقه بما انك ذكرت مرحله الطفوله، ليش دائما الاطفال باجواء رمضان يريد الا يصوم الطفل؟ مرات يكون عمره يعني صعب انه يصوم بي او ما يقدر يتحمل، فاكو عناد يصير لا الا اصوم. انا هيك هسه اولادي يعني نور الدين وعز الدين 7 سنوات و6 سنوات اعمارهم، فلازم نقعدهم بالسحور حتى يصومون لانه يقدرون يعني يصومون. لا لا هو يعني اهم شيء انه يتسحر، مو مشكلة احنا نجبرهم انه ايه من نشوفهم يتعبون نقول لهم لهنا انا كاف انتهى الصيام. وكذلك الشيء بالشيء يذكر، ابارك للاكراد ولكل الشعب العراقي عيادنا نوروز، وابارك للام عيدها الاغر، وابارك لامي على وجه الخصوص هاي الام اللي علمتني الكثير، وابارك لزوجتي اللي هي كذلك ام لاولادي، زوجتي اللي كانت الي ولا زالت السند والقوه، واهديها اجمل التحيات من هذا المكان إن شاء الله، والتحية موصولة لكل أم عراقية إن شاء الله، يعني شاء الله. يسمعوك أكيد وتوصل يعني هذه الأهداءات الجميلة. طبعا نسمع اليوم قصيدة منك. نعم. شوية يعني تندمج ويا الأجواء الرمضانية. نعم. الجميلة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله تعالى بوصف جميل، وإنك لعلى خلق عظيم، فلا أبلغ ولا أجمل من هذا الوصف، ولكننا كشعراء من حقنا أن ندلي بدلونا ونمدح خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأقول هل ربيع الأول البي أحلى يوم، هل ربيع الأول البي أحلى يوم، هل ربيع الخير ويام الظفر، تظل ترقب عين نباق الشهور، تريد بس تتكحل بهذا الشهر، وشوقنا الأيام هالشهر الفضيل مثل شوق الفلح لأيام المطر، يا محمد محلى اسمك من أصيح، يلي من حروفك انصاغت درر، ويلي من عطرك تهلع للورود، ومن جفوفك يشرب ويروى النهر، من تكشف وجهك لهذا الوجود، الشمس أخذت من ضيائك والقمر، من تكشف وجهك لهذا الوجود، الشمس أخذت من ضيائك والقمر، مولدك أعظم حدث مر بالحياة،
تربع التاريخ يمه وما عبر، ومن يوافق مولدك يا ابو البتول القاع تنهض تحضن جذوع الشجر. من يوافق مولدك يا ابو البتول القاع تنهض تحضن جذوع الشجر. من المهد لازم نحبك يا الحبيب، وبين حبك مثل نقش على الحجر. اي اهيم بحبك الحد الجنون، وروحي فدوة روحي لك وجه وظهر. اي اهيم بحبك الحد الجنون، وروحي فدوة روحي لك وجه وظهر. انت اشرف وجه شافت العيون، وانت اطهر اسم بلسان ذكر. يا فرح ليتام ومتاع الفقير، ويا جبر كل خاطر بيوم انكسر. اسمع باسمك وذايب قلبي بيك، عون كل من قعد يمك والنظر. يا رسول الله بقدرك ما نحيط، وفقط ربك يقدر يوصف القدر، وفقط ربك يقدر يوصف القدر. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. صح لسانك، ابدعت صح لسانك. شكرا نشوان العازف الجميل. اكيد نستمر وياكم هذه التعلولة الجميلة ومع كل مشاهدينا الاحبة، ونروح لماجينا يا ماجينا. مرحبا مشاهدينا بماجينا يا ماجينا. اليوم راح اطرح للمتسابقين اسئلة وراح اشوف من راح يفوز وياي. ابقوا معايا. فلو جريد نسألك سؤال، إذا جاوبنا نقدم لك هدية، بس شلونك ويا المدرسة؟ زين. يا درشة رياضيات. هو سؤال على علوم ما صف أول يجوز. السؤال هو بماذا تستخدم العين؟ للرؤية. خلنت الاختيارات. الاختيارات للرؤية، لو شم، لو سمع. رؤية. الرؤية؟ تأكد؟ راح تشوف. شوفني. ألف مبروك وفزت ويانا بجائزة مقدمة من قناة الفلوجة. شو تريد تقول للقناة؟ شكرا. مرحبا، رمضان كريم علينا وعليكم. شنو اسمك؟ فاطمة سيف. فاطمة بياصف ثاني. فاطمة، انت شنو اشطر، بالبيت لو بالمدرسة؟ بالمدرسة. يعني ما تشتغلين بالبيت؟ لو تشتغلين اشتغل. يعني تساعدين امك. فاطمة هنا من قناة الفلوجة، اريد نسأل السؤال تاع رابحك مو تاع خسرك. مستعدة؟ ايه. اكيد؟ ايه. واذا جاوبين نقدم لك هدية. تشوفين الهدية انت؟ ايه. زيها؟ ايه. يلا السؤال هو كم عدد الايام في السنة؟ 7. عدد الايام مو في الاسبوع، في السنة. في السنة. لا تخافي لو حطيت اختيارات. 365، 375، 385. 385. لا 365 لو 375. 375. لا مو صحيح. شنو بقى؟ 305. لا اساعد الاختيارات. 365، 375، 365. 365. متأكدة 100%؟ امو خمس مرات والف الف الف مبروك، فزتي ويانا بهدية مقدمة من قناة الفلوجة. شنو شعورك؟ حلو. الله يخلي أم البيت آمين، يحفظها بالسلامة آمين.
رمضان كريم. علينا وعليك. شنو اسمك؟ محمد. محمد هنا من قناة فلوجة، نريد نسألك سؤال، إذا جاوبنا نقدم لك هدية. مستعد؟ مستعد حيل؟ مستعد. شو بس مستعد؟ السؤال هو كم عدد الأحرف في اللغة الأمجدية؟ الأمجدية؟ عندي خلينا نضرب اختيارات 28 38 48 28 28 أكيد؟ أكيد. أمو ألف مبروك، وفتتي أنا هدية مقدمة من قناة فلوجة، هدية ذهبية، يعني أنت الملك. ألف مبروك لكل المتسابقين، وباكر بنتظرهم أحلى الجوائز. مع السلامة. إذا رجعنا وياكم أكيد كل مشاهدينا الأحبة بهذه الأجواء الرمضانية الجميلة مع محمد خالد، كنا في فقرة ماجينة يا ماجينة، ونستمر بهذه الجولة الجميلة والسوالف الرمضانية الجميلة، وخلي ننتقل لقصص النجاح اليوم. اليوم مصممة الأزياء نور هادي امرأة ذات قصة نجاح، اجتهدت لسنوات طويلة حتى وصلت لمرحلة، خصوصا في عالم في تنافس كبير جدا من البراندات، سواء كان محلية أو عالمية. فكيف استطاعت هذه المرأة أن تثبت وجودها وتنجح هذا النجاح؟ راح أسمع إجابتك، بس خلي أخذ اتصال. إسراء، رمضان كريم. رمضان كريم، يا أهلا وسهلا إسراء. الصحة والسلامة إن شاء الله. من الديوانية إن شاء الله يعود عليك بالخير والأفراح والمسرة يا ربي. إسراء، شلون الأجواء رمضان وياك؟ الحمد لله والله بخير. زين إسراء، شنو أكثر أكلة تحبيها برمضان؟ الدولمة. الدولمة، كل العراقيين يحبون، تحبون الدولمة مو؟ كل العراقيين يحبوها. اوكي بالعافية. تعرفين تطبخيها؟ اي طبعا. حلو حلو، عاشت ايدك. جاهزة للأسئلة؟ يلا جاهزة. يلا، السؤال الأول، بناء تاريخي في سامراء. شنو حبيبي ما اسمعي؟ بناء تاريخي في سامراء. ملوية. أكبر وأعلى ساعة في العالم. بيج بن. عند الإنسان 20 وعند الطيور 8. من مكونات الهريسة. التمن. كمل المثل، بيش بلشت يا أبو بشت. عاشت ايدش، دخل اسمك ويانا للقرعة، ويانا نور من بغداد. ما شاء الله نور هواي منورينا. رمضان كريم. ألو، رمضان كريم، شلون حبيبتي؟ شلون صحة؟ إن شاء الله عليك وعلى العائلة الكريمة يا ربي. شلونك نور ويا أجواء رمضان؟ والله الحمد لله زينة، حلوة الأجواء. حلوة، زين، معلوماتك زينة؟ إن شاء الله. يعني تفوزين؟ إن شاء الله. يلا، السؤال الأول، أشهر شلالات في إقليم كردستان؟ شلال آل بيك. من هي بلاد الضاد؟ العربية. حيوان يغير لونه حسب المكان. الطاووس. إحدى مكونات الكبة الموصلية. اللحم. كمل المثل، اللي إيده بالنار مو مثل إيده بالجن. بالشنو؟ مو مثل إيده بالكراب. عدتيهم كلهم. يلا تجاوبتي على ثلاثة أسئلة، مثل مو مثل إيده بالماء. دخل اسمك القرعة ويانا. ويانا اتصال آخر. السلام عليكم، رمضان كريم. عليكم السلام والرحمة، ويا هلا. فاطمة من بغداد مو؟ اي حبيبتي. شلون رمضان وياك؟ والله حلوة الأجواء ولمة العائلة حلوة. شنو تحبين أكثر شي برمضان؟ أحب الأكل. الأكل. هو كل الناس تعب الأكل برمضان وبعيدا عن رمضان يعني. اي والله. يلا جاهزة؟ ايه حبيبتي. اقدم كتاب قصص ابطاله حيوانات. ما اسم المدينة المنورة قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مكة. احد ادوات الخطاط. القلم. احدى مكونات الكنافة. شعيرات الكنافة. كمل المثل، لا تقول سمسم الا تلهم. عاشت ايدك، ودخل اسمك ويانا للقرعة.
اكو بعد اتصال؟ طيب نستقبل اكيد اتصالاتكم وان شاء الله الكل يكون رابح ويانا، ونرجع لقصه النجاح اللي بلشت اكيد لسنوات طويله حتى وصلتي لهذا المرحله، خصوصا بوجود تنافس كبير جدا في السوق المحليه والعالميه، فكيف صح. قدرتي تثبتين وجودك وكيف بدات عندك هذه المرحله؟ يعني اذا اريد نبلش بها هي ها طبعا يعني نرجع للايام والسمو السنين القديمه. يعني شلون احنا اول شيء بلشنا وقدرنا نوصل لهاي المرحله؟ يعني انا دائما كنت اختصرها للناس اقول لهم طبقوا ثلاث اشياء: الصبر والمثابره وعدم الاستسلام. حلو. يعني لانه شوفي هنا بالمجتمع، يعني اول ما بلشت بال2010 كان صعب بأنه مرة عراقية يعني تكون هي موجودة وتنجح 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 بهذا المجال اللي هو كان طبعا محتكر على الرجال. يعني هي سنة 2010 ما كان أكو مرة يعني صاحبة شركة صعب. ولا كانت أكو مرة يعني أدها محل أزياء أو هيك شيء، إلا يعني بوتيكات بسيطة أو أشياء هي بسيطة. هي بصورة عامة المرأة بصورة عامة خصوصا صعب. بالعراق تعاني جدا لما تريد تقبل على أي عمل أو على أي مشروع معين، يعني صعب تلاقي ايه؟ الدعم، والظروف ايضا صعبه عليها. ظروف الدار مدايرها دائما اني تجيني بنات خطيه يعني يقولون اهلنا ما يقبلون، اهلنا احنا عندنا افكار ما يخلونا نطلع. انا دائما اقول لهم لا تذبون الصوت باهلكم. اول شيء انت ابني نفسك وابني ذاتك وتعبي على روحك، الاهل اكيد من حيشوفوك انت واصله لهاي المرحله اكيد هم حيدعموك. ما هو هم صعب اذا ماكو دعم يعني من قبل، يعني اذا اكو محاربه ماكو، هو ماكو دعم، هو ما يعني انت ما رح تلقين الدعم. الدعم دائما هو يجيش من رب العالمين، من ذاتك من رب العالمين. يعني لانه انت ايش قد ما يعني اوكي الزوج حيدعم والاولاد حيدعمون والعائله تدعم، بس انت اذا ما كنتي قويه وبانيه نفسك بشكل صحيح هم حيتعبون من الدعم بعدين، حيبقون دائما يساعدوك يساعدوك. لا طبعا احنا نريد مره تكون هي قويه، ممكن لازم المره تكون قويه وهي على قد المسؤوليه. دائما اني احكي اقول لا تفتحين مشروع اذا انت مو على قد المسؤوليه. المشروع مثلا اي مشروع كان سنتر، اي مشروع كان موجود هنا، يعني تشوفين برا بالخارج ليش هم ينجحون؟ لان من يفتحون اي مشروع يسووا له دراسه جدول وياخذوه على محمل الجديه. اما هنا هي عباره بس تريد تطلع من بيتها، خلاص تريد تبدل، تريد تشوف ناس، عبالها بانه البرا يعني الشغل هو عباره عن 24 ساعه هي ونسه وطبه وطلعه ومعرفه أصدقاء. لا مو هذا أكيد، هو مو بس شو وصور وترند وهاي الأمور. يعني ما عندك وقت أنت إيه توصلين مرحلة ما عندك وقت نفسك، ما عندك وقت تحكين ويا أولادك، ما عندك وقت أنت نفسك كشخص. تنظيم الوقت الموضوع بصعب، رح أرجع لك على موضوع تنظيم الوقت. شعرنا ضياء اليوم تشوف تجربتك الشعرية على المدى الطويل يعني وهذه السنين الطويلة، كيف تشوف هذه التجربة؟ شنو اللي استفادت من عندها؟ حقيقة التجربة الشعرية تجربتي خصوصا أعتز بها كثيرا، لأنه بدت من وقت مبكر وانصقلت تدريجيا. يعني أنا كتبت حوالي سنة 1999 مرحلة الإعدادية وبالجامعة، وانضمت الاتحاد شعراء صلاح الدين. أنا من الأنبار لكن انضمت الاتحاد شعراء صلاح الدين ودرجت بهذا الاتحاد. ويعني من المحاسن الصدف الجميلة اللي شفتها أنه أنا عاشرت تقريبا أجيال مختلفة، يعني جيل التسعينات في نهايته وجيل الألفينات وجيل ما بعد 2010 وصلنا اليوم هذا. فاكتسبت تلون بالضبط كثير، والانتقالات بالكتابة من يعني جيل إلى جيل كانت مختلفة. وكذلك حركة التجديد عند الشعراء، تجديد أقصد بالكتابة وبصور شعرية، يعني عاشرتها من الأمور الجميلة. إضافة لأنه الشعر هو قضية، فأنا يعني بسنوات عديدة خصوصا بسنوات النزوح يعني كنت يعني أحرص على أن أكون ممثلاً توصل عن صوت النازحين. وبأيام صعبة مرت علينا كنت أحرص على أن أكون صوت العراقي ككل. حلو. وأوحد. هي هذه رسالة الشاعر بالضبط. يعني لازم أن يكون عنده قضية بالضبط. وعنده رسالة يوصلها من خلال. وهذا الهدف الأسمى من كلمة من كلمة الشاعر يعني صراحة. أكيد. رح أرجع لك حتى تسمعنا إبداعاتك. ننتقل لنشوان اليوم، شو محضرنا من اليوم إبداع؟ راح نسمع قروض حلبية، اكو موشح اسمه ياشاد الالحان كلش كلش حلو، راح نعزفه اليوم، هو من نغم الرست، ان شاء الله ينال اعجابكم. نسمع يلا.
حواشة الأيادي. شكرا شكرا نشوان. طبعا يعني أرجع لك اليوم يعني بخصوص الدعم، ذكرتي موضوع الدعم يكون ممكن يكون مهم أحيانا من الأهل أو الأصدقاء والمعارف وغيرها، خصوصا في بداية المشوار يعني أنت حافز كبير جدا. فهل تلقيتي الدعم في بداية مشوارك، وهل ما زال هذا الموضوع لو ما تلقيتي؟ طبعا هو دائمي الأول والأخير هو زوجي، يعني زوجي وعائلتي، يعني اللي هم صبروا علي صبروا طول هاي السنين، هم لحد الآن يعانون من هذا الوقت اللي أنا دا أقضيه خارج العمل، مع العلم بأنه أنا جدا بيتوتية، أحرص بأنه عملي ما لح يأثر على أولادي، بس صعب، بس هم يعني صعب لحد الآن، هم يعني مثلا ما مسيطرة على تنظيم الوقت. والله سارة شوفي أنا مسيطرة، بس يعني مرات تجبرك الظروف، يعني يصير ظرف معين أنا ما أقدر أكون موجودة يمهم، أو عندهم مثلا احتفال معين، شون هاي بالأفلام من يطلع أكو احتفال عند الإبن والأمة تقدر تيجي، فهاي بالضبط مرات صارت ويا أولادي، وأنا جدا أحزن يعني على هذا الشيء، لأن يتطلب مني لازم أكون بالشغل، لأنه أنا مسؤولة عن كذا أشخاص بالشركة فعلا. فلازم أنا أكون مسؤولة، بس هم لا، ها هي يعني عرفوا هذا الشيء ومقدرين هذا الشيء الحمد لله. إذا عندك كولكشن جديد وعندك خصوصا بالفترة الأخيرة، بالفترة الأخيرة سويتي كولكشن كوديا. كوديا يعني كان أحد الإبداعات اللي لاقت نجاح كبير جدا، تسلمين. يعني شلون قدرتي توظفين الموضوع لدرجة أنه ينجح بسرعة؟ شوفي هي كوديا شون بلشت، بلشت من كنت بلندن بشهر التاسع، من سويت فاشن ويك لندن دخلت المتحف البريطاني في لندن، فمن دخلت تفاجأت بالسكشن القسم العراقي، هو عبارة عن تقريبا نص المعرض هو نص السمو المتحف للقسم العراقي، الحضارة مالتنا السومرية. حتى وقتها نشارتها آني طلعت أبكي مقهورة على الحضارة اللي عندنا، حضارتنا جدا عظيمة، الأشياء اللي عندنا يعني كنا احنا ما نشوفها، يعني احنا ربينا بأنه نسمع بأنه احنا كانت عندنا حضارة سومرية بابلية آشورية، بس ما فد يوم شفناها ولا من نروح للمتحف احنا نشوفها. فمن شفتها أنا قلت خلاص لازم التشكيلة الجديدة اللي حتنزل مال صيف وربيع 2024 تكون هي عبارة عن تشكيلة سومرية. صارت الأحداث مالت غزة، فاستنبطت من عندها بأنه شلون أربط هاي الشغلتين سوا، فبلشنا من كوديا. كوديا هو اسم الملك السومري، أول ملك سومري لبس الشماغ العراقي، هو أول واحد لبس الشماغ العراقي، كان ملك جدا عظيم. وبلشت بالتشكيلة هذا حلو. فكانت هي هاي منبع الفكرة، يعني هي هواية تساؤلات صارت انه دائما يومي انا اذكر المبدعة المتألقة نور هادي وازيائي وما اعرف شنو، فصارت تساؤل هذه نور هادي المبدعة اللي دائما الابداعات والتصاميم الجميلة تظهر من ذوقك اللطيف. رح ارجع لك شاعرنا اليوم حتى تحضر لنا شيء اليوم لطيف. ويانا اتصال. السلام عليكم، رمضان كريم. عليكم السلام، والله أكرم إن شاء الله على جميع الرسل. رسل ضياء. الرسل من بغداد، رمضان كريم عليك وعلى العائلة الكريمة. شلونك الرسل والأجواء رمضانية؟ شلونها وياك؟ والله حلوة الأجواء لما العائلة والمحابس. أهم شيء المحابس، مو الأكل لو المحابس. لا هالمرة المحابس. أوكي يلا جاهزة للأسئلة؟ إيه يلا. السؤال الأول، أين تقع قناة السويس؟ مصر. من هو إسحاق الموصلي؟ شاعر. موجودة في الملابس بأشكال وألوان مختلفة؟ دقم. إحدى مكونات البيتزا؟ جبن. كمل المثل، مدرج ليك؟ على قد لحاتك. الضيوف ترى دي ساعدوكم والله، دي جابول من يوم. أوكي دخل اسمك القرعة، شكرا لاتصالك. المتصلين ركزوا ويا الضيوف شوية لأنه يغششوكم ترى. يلا اتصال آخر. ريماس. مساء الخير. مساء النور، يا أهلا وسهلا، من وين ريماس؟ من بغداد. رمضان كريم عليك وعلى العائلة الكريمة إن شاء الله. أشكرك الله خليك. ريماس بالبيت أنت تسوين الفطور لو يسووا لك مدلليك لو شنو؟ لا يعني نتعاون بيناتنا ويا الأهل. حلو حلو هذا التعاون. زين شنو أكثر شيء تحبيه بالفطور؟ الفطور أكثر شيء يعني هي الأساس الشوربة. الشوربات إيه صح، يعني هو صحية أكثر تصير. يلا جاهز الأسئلة؟ أي شيء ها؟
جاهزة الأسئلة؟ إن شاء الله. يلا السؤال الأول، اسم النحات مصمم نصب الحرية؟ غيره. مادة طبيعية تستخدم للشعر والتزيين؟ طبيعية. الزيت. أداة يرمز لها بالعدالة؟ الميزان. إحدى مكونات مرقة اليخني؟ شجر. اليخني هو شنو؟ أوكي أساعدك، كم المثل؟ كوم حجار ولا هجار. يلا جاوبت هي، مو مشكلة، واليخني ما عرفته فنعتبر إجابتها صحيحة. اليخني هي مرقة بها هواي أشياء. بس طيبة. يلا ويانا اتصال آخر. نور من بغداد. مو أكو عندنا نور اثنين. نور شنو؟ نور محمد. رمضان كريم عليك. نور شنو اسم كريم. الوالد؟ محمد. محمد. رمضان كريم عليك وعلى العائلة الكريمة. شلون شو أجواء رمضانية؟ يا رب بيبتي. والحمد لله حلوة. حلوة؟ حلوة. معلوماتك زينة؟ إن شاء الله. جاهزة؟ جاهزة. يلا سؤال الأول، حجر ثمين يتكون من كائن بحري؟ لؤلؤ. المخرج اصلا جاوبك. اين تقع مدينه البتراء الاثريه؟ الاردن. عاصمه عربيه بحرف الميم؟ حرف الميم. عاصمه غيره. من مكونات البورق؟ العجينه. كمل المثل، العمه اذا حبت تجنه ابليس دخل الجنه. حافظيها هاي، كلكم حافظيها. يلا شكرا لاتصالك. نرجع اليوم للشاعر ضياء الحلبوسي اللي منورنا. طبعا يعني ردت أسألك بخصوص الكتابة الشعرية، هل تفضل الوضوح بالكتابة أم تفضل الغموض والألغاز أكثر شيء؟ صراحة دائما أقوى الشعر هو ما يؤثر بسرعة، احنا نسميه بالشعر أو باللغة عموما السهل الممتنع، يعني سهولة تأثير البيت بالمقابل، فدائما الوضوح هو اقرب للمقابل، وهذا الاسلوب هو اللي استخدمه دائما. انه لسان المتنع بالضبط. ولهذا يعني غالب كتاباتي اذا مو كلها تشاهدين بها الوضوح، يعني ابتعد عن الرمزيه وعن السوداويه او عن المبطن مثل ما يفتهمون او التوريه. هاي الاساليب جدا نادر استخدمها. سمعنا لعد الوضوح والابداع. الله يحفظك. طبعا هاي قصيده، هاي القصيدة اليوم يعني اكتملت، وشرف عظيم انه تقرأ في برنامجكم وعبر قناتكم قناة الفلوجة، حصريا من قناة الفلوجة لأول مرة. هذه القصيدة من ضياء الحلبوسي. اي نعم، هاي تحكي عن الصحبة، ناخذها بالجانب المظلم والصحبة بالجانب المشرق، ففيها عبر. وأقول بوجههم راح أسولف، بوجههم راح أسولف دا يفهمون، وراح انزل على المو مستوانه بعد لجر خلق وتطول البال، الميجر بالعدل جر من ذانه، شفت كل شي بحياته وعاشرت ناس كفر والله تشتم من هوانه، اكو من البشر خاطر سمعته يموت، واكو من البشر يخرب على الاهانه، إش كم واحد ردي وقلنا له يا شيخ رفعنا بسعر هل ما يسوعانه، مو كل من تشورب يعني رجال، ولا كل من قاعد يترس مكانه، إش حد الذي يتصدر على الراس، الورانا إش ما مشوا ظلوا ورانا، بنفس اللحظة تفسد بعض الوجوه، مخلوقين ما بيهم ضمانة، اش ما صبغوا وجههم يبقى مفضوح، بدمهم يسري موضوع الخيانة، الخلينا بنص اثنين العيون، اشو لما نقعد بيهن عمانة، التعلم على الشعر هم راح يهجيك، التعلم على الشعر هم راح يهجيك، اللي علمناه على الحكي يحكي بقفانه، التعلم على الشعر هم راح يهجيك، اللي علمناه على الحكي يحكي بقفانه،
انطيناهم مجال ودايمونون وغدره وزادنا بحجة الميانة. انطيناهم مجال ودايمونون وغدره وزادنا بحجة الميانة. العن كل بشر ما يعرف الطيب، العن كل بشر ما يعرف الطيب، اللي خاون ذال لا يلعن زمانه. الوقت الوقت أرزن وأثقل من الجبال، بس الناس ما بيهم رزانة. العن كل بشر ما يعرف الطيب، اللي خاون ذال لا يلعن زمانه. الوقت أرزن وأثقل من الجبال، بس الناس ما بيهم رزانة. حتى ويا الهوى راح اوضع حدود، حتى ويا الهوى راح اوضع حدود، وبعد ما انطل اي واحد حصانه. حتى ويا الهوى راح ارسم حدود، وبعد ما انطل اي واحد حصانه. بقد طيبتنا نحمل خزرة العين، وصلافة روحنا بقد مستحانة، وصلافة روحنا بقد مستحانة. وسلامة وسلامة المشاهدين. صح لسانك إن شاء الله، ابدعت أكيد، والتعبير رائع جدا عن الصداقة. الله يحفظكم. وأكيد صورة شعرية جدا جميلة ومميزة. إن شاء الله ابداعاتك تبقى مستمرة. انتقل نشوان، أريد أسألك نشوان، اليوم أنت من عائلة موسيقية فنية، شنو اكتسبت من هذا الجو اللي عشت به؟ طبعا هاي ممكن نسميها يعني محظوظ؟ كلش كلش محظوظ. لأن من أنا وصغير كبرت على الموسيقى الشرقية القديمة، التراث العراقي، الشارغ البغدادي، لأن أبويا أصلا عازف جوزة، عازف هواية آلات، وقارئ مقام أيضا، فهذا كلش أثر علي. ممكن مرات كنت أروح أحضر وياه حفلات، مرات مثلا نتمرن سوا بالبيت، او حتى لو ما اعزف آلة، يعني كل الدعم الكامل لك. اكو دعم، الدعم المستمر. حتى لما وصلت الثالث متوسط هو قال لي روح للمعهد، والحمد لله اول سنه انا طلعت الثالث، ومن ثاني سنه الى خامس سنه انا كنت الاول. حلو. وهو اللي اختار الاله، بالمناسبه انا احب الكمان. هو اللي كنت بغداد بدرس موسيقى البالي، كنت اعزف كمان. بعدين حولت على بعدين هو قال لا، القانون هو بمستقبل القانون هو. قلت له آلة صعبة بعد أوتار وما انت تفاجأت وانصدمت. صراحة أنا كنت أحب القانون يعني to be honest، بس ما كنت متوقع إنه في يوم راح أعزفها. بس لما عزفتها صراحة كلش كلش طلعت آلة حلوة. ممكن نستخدمها كآلتين، مو بس آلة واحدة. ممكن نستخدم باليد اليمنى الميلودي، والإيد اليسرى نستخدم نعزف بها الكوردات والأربيجات اللي مثلا يعزفها الجيتار. والله هاي مصطلحات بعد انتو تعرفوها، احنا يعني خلينا نقول خلينا نقول شغلتنا. أكو آلة ثانية قاعد تعزف الميلودي اللي هو في الذبذبات صوتية، والباك جراوند الخلفية مال الموسيقى نعزفها بهاي الإيد. حلو، سمعنا لعد ابداعاتك اليوم. يلا راح نستخدم فد اسلوب هسه نفس اللي هسه حكينا عليه، انه تعدد اصوات. Thank you.
الله عاشت الأنامل. شكرا نشوان. نور اليوم يعني هل واجهتي تحديات أثناء يعني وجودك بهذا العالم، عالم التصاميم والأزياء والموضة والحداثة، خصوصا أنت اليوم صاحبة براندين، براند السيدة المميزة ونور هادي. نعم. فيعني أكيد أكو تحديات معينة تواجهها بالحياة وبهذا العالم. تنافس بيناتهم هم يعني سمو البراندين هو أزياء نسائية. شلون لازم أوفق بين الاثنين وشلون ما يعني أظلم براند عن براند. هذا أكبر تحدي كان إلي. تصير أحيانا عندش تظلمين براند معين؟ صارت؟ صراحة أنا قصرت بالسيدة المميزة أول ما أطلقت نور هادي، لأن صار كل وقتي والتركيز باعتبار براند جديد، براند جديد يعني. فلا الحمد لله الأمور تمام، كلها تمام الحمد لله، قدرت بأنه أقود الماركتين يعني الحمد لله. يعني خلينا نقول الصعوبات أو التحديات اللي واجهتيها قدرتي تسيطرين عليها؟ التحديات هي أكبر تحدي أنا اللي هنا موجودة به هو عدم توفر المواد الأولية. يعني لأن أنا عندي معمل، فعندي المواد الأولية جدا صعبة، فدائما أنا أستوردها أما من خارج العراق أو أحاول بأنه من داخل العراق يعني شلون أقدر أوفرها. التحدي بأنه كيف أنا البراند مالتي هو صنع بالعراق بين البراندات الموجودة داخل البلد، يعني لأنه تعرفين من طبيعة الشخص بأنه دائما يحب يكون البراند هو مو يعني من نفس بلده، بأنه خوفا بأنه هذا البراند ممكن ما لح يكون الكواليتي أو الخامة بسبب الظروف الحرب والحصار. صح. الصار فصارت يعني من أحد يصنع شيء بالعراق يكون الكواليتي ضعيف، القطعة التصميم، فصار تخوف من البراند العراقي. بس هسه هاي السنة الأخيرة 2023 ظهرت أسماء، ظهرت أشكال جديدة بأنه قدروا بأنه يصنعون شيء صنعة في العراق ويكون حلو يعني مرتب، عرفتي شلون؟ وانت أثبتي بهذا الشيء بجدارة طبعا. الحمد لله. طيب الله يسلمك. تسلم. طيب راح أرجع لك. أكيد شاعرنا اليوم، متى يكون الشاعر مقيد؟ أحيانا الموضوع وطبيعة الموضوع تضفي للشاعر نوعا من التقيد، وأحيانا الشاعر يعني يدخل في مرحلة ثبات مع نفسه. أحيانا الشاعر لا يستطيع أن يكتب بيتا واحدا من الشعر، اللغة أهل اللغة يعني يسمونه الفتور. الفتور هو ما لان بعد حدة أو سكن بعد شدة. فأحيانا الشاعر يتقيد لأنه أكو جو في روح الشاعر يعني تجبر على السكوت أو على السبات، وهاي أوقات يعني نادرة تمر بالإنسان. الشاعر الذكي والشاعر القوي حتى هذه الفترة، فترة السبات، يقدر يغتنمها، بعد هذه الفترة يطلع من عنده شيء أقوى بصراحة. نور يعني باختصار احنا الوقت كلش داهمنا ما شاء الله، يعني من بعد النجاح، الحفاظ على النجاح اللي حققه الشخص أو أنت بصورة عامة من بعد ما نجحتي، هل صعوبة؟ صعب؟ شلون أنت تحققين النجاح وشلون أنت تقدرين بعد تبدين بمرحلة ثانية؟ يعني أنا من أطلقت كوديا، يوم اللي أطلقتها وسويت الإيفنت، ثاني يوم قعدت الصبح شنو باكر أسوي، لازم شيء جديد خلاص. بعد سويت هذا يوميا احنا عندنا في تحدي، لأن إذا أنت بتسوي ما راح تصعد للماركة ولا حتقدر ولا تنافس هذا الشيء، فلازم أنت دائما عندك تخوف ودائما أنت تقدرين تحاولين على هذا المستوى ما تحافظين عليه ايش قد ما تقدرين، يستمر يعني ويصعد طبعاً اكثر، وان شاء الله دائما في صعود طبعا. اكيد يعني الوقت كلش داهمنا وياكم، وخلينا نسوي القرعه وارجع لكم اكيد. طيب خلي نشوف اليوم منو اللي راح ان شاء الله يفوز ويانا. يلا نسحب. اللي فازت ويانا إسراء من الديوانية، ألف مبروك عليك إسراء، حاولي تتواصلين ويا الكنترول حتى تستلمين جائزتك. مبروك عليك ويا هاي الوجوه الطيبة اللي أكيد يعني خير على الجميع. شكرا الجميلة والمبدعة نور هادي، شكرا على هذه الأزياء المقدمة، وشكرا إلك دائما تألقك، وإن شاء الله تكونين
مبدعة في هذا المجال على المدى البعيد، ونشوف الإطلالات المميزة دائما. حياتي تسلمين وكلكم ذوق، وشكرا على وجودي وياكم، وإن شاء الله رمضان خير على الجميع يا رب. إن شاء الله على الجميع. شكرا شاعرنا ضياء الحلبوسي، يعني كنا نتمنى نسمع أكثر بعد شعر منك. إن شاء الله بحلقاتنا القادمة وبرامجنا الأخرى نشوف إبداعاتك إن شاء الله. وشكرا لوجودك اليوم. شكرا لك ست سارة ولكل الكادر الإداري والفني في قناة الفلوج، هذه القناة العظيمة اللي تمثل القناة العراقية الأصيلة والتي تنقل لنا رمضان بأجمل وأبهى ما يمكن. شكراً لكم ومن تألق لا تألق إن شاء الله. شكراً نشوان على كل المقطوعات الموسيقية الجميلة اللي تبدع دائماً بها. شكراً لك. شكراً جزيلاً. إذن أكيد نشكر كل المشاهدين على متابعتكم، وإن شاء الله نستمر وياكم بحلقاتنا القادمة. وطبعاً أكيد الشكر الكبير للجهود المبذولة وراء الكواليس للجندي المجهول الكادر المبدع، وأيضاً الشكر يعني مرة أخرى للمبدع نور هادي والسيدة المميزة على الإطلالات اللي دائما تتحفني بها وإطلالاتي الجميلة والمميزة. طبعا أكيد انتظروني بحلقة جديدة من ليالي الخير. إلى اللقاء.